مناطق وتختلف. وش هي رسالتك التي تتخلف على أبناء الزوج في بيتها؟ ما هي النصيحة لها حتى تعتبرهم مثل أبنائها؟ وأنا أذكر لك أنا في بعض صدقني إنهم يبدون بعض النساء اللي تتخلفنا بعد الزوجة المطلقة أو إنها تبدي الطفل الثاني قبل ولدها أو البنت الثانية قبل ولدها. هذا الشيء. الشيء الثاني إني أخبر لك أنا ولا أعرفهم منين، لكن أعرف أن حقيقة الأمر إنها تمسكت في زوجها رضا لله، وهما عاد ترجي منه يعني بنين ولا مال، وهي ولا في حاجة مال إلا أنها حافظت كتاب الله وعارفة ماذا قال الله سبحانه وتعالى وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقيت إكراما لهذا، علما أنه الفرق شاسع بين الزوج وبينها. لكن الأهم في ذلك ماذا تقول مرة الزوج لأبنائه من المرأة الأولى؟ والله سبق قبل فترة كان في لقاء في إحدى المساحات في تويتر، طيب، وكنت أنا فيه ضيف عن أبناء المطلقين بين الواقع والمأمول، وهم طيب في الحقيقة في مهب الريح. طيب في مهب الريح إلا ما شاء الله. الله المستعان. يعني كثيرا أنا أشكر في هذه المناسبة كل من لم يلجأ لشمل ولم يجد للتقاضي في قضية زيارة أولاده أو الاهتمام في أو طلب اهتمام بأبنائه. فكل امرأة اهتمت بأبناء زوجها المطلق فوالله إنه يعد من صنع معروف، بغض النظر الأيتام ولا غيره، يعني هذا مش أيتام، هم موجودة لكن هم قدرهم أنهم كانوا عند الأب نظرا للأم تزوجت وكما وجد في الحديث والآن طبعا بالنسبة لتشريعنا هم لك ما لم تنكحي، يعني الحضانة أصبحت الآن حتى في التنظيم الأخير يعني من أراد أن يعني يأخذ أولاد يأخذ عياله، فالأم تكون صبورة وألقيت الأنفس الشح. أحيانا الأنفس شحيحة، أحيانا يجد الأب أو الأم المتزوجين وعندهم أبناء من أزواج أو زوجات سابقين ما يعطونهم نفس الاهتمام للأبناء، يكون في هناك تفريق. لكن ما تعلم ولا يعلم ذاك الرجل أن قد يصل فيه هذا أكثر من أبناء الحقيقيين. نعم والله حدث مع امرأة حاولت في أبنائها أن يبرون فيها وأقعدت ما جلس معها بعد وفاة الزوج إلا ذلك الرجل اللي جاء من زوجة ثانية، وإني والله ما زلت أعرف ناس يشدون الرحال كل شهر أبناء وشيبان لزوجات أبائهم. يا سلام، ليه التمسوا في تربيتهم الحب والرعاية والدفء والإحسان؟ ما زالوا ويعتبر همه يا شيخ وصل إلى درجة أن الأم توفت هذه وليست أمهم، نفس التعامل. الله، في واحد سبحان الله بعد ما كبر يعني كبر زهايمر وكذا جاب له واحدة من إحدى الدول العربية، والله إني قسموا لها في الميراث أبنائها أبنائه هو قسموا زوجة الأب في الميراث قبل ميراثه، قال وصلا لأبونا في القبر وصل لأبينا في القبر. الله أكبر. وهذول اللي ربي التربية الصحيحة وأعدوا للاحترام وأعدوا للتقدير. نعم. زوجة الأب هي مكانة الأم وزوج الأم هو في مكانة الأب. صحيح أنك أنت عيالك تراهم هناك إن لم يكن معنف لهم، إن لم تكن معنفة فادعوا لهم بالهداية واهدوهم وتعرف معهم تواصل معهم واذكرهم بالخير واشكرهم، لأن قد يقول تحت ولاية ولدك تبدأ ينزلها المدرسة هو وانت قاعد توصل لعيالك الجدد. احنا ايش نقول اللي مثلا قدر له في الحياه هذه ان طال عمرك ان الزوجه الاولى طال عمرك غادرت وان الزوجه هذه عليها اطفال اراد الله سبحانه وتعالى انها تكون مع الزوجه الجديده صليت العمر ضعاف مساكين لا ما لهم حيله ولا يستطيعون يا طول العمر، يعني ان كان ان الله هيئها ووفقها وكانت يا طوال العمار مثل ما قال ابو علي انها طال عمرك تحتسب عند الله سبحانه وتعالى، والله إن الله سبحانه وتعالى
بيصلحهم هم الأولاد هذولا ويصلح ذريتها اللي جاءوا هم طال عمرك من زوجها هذا يعني طال عمرك لأنهم في حاجة والله ما سه يعني حيلتهم قليلة صحيح. يعني جبرتهم الظروف لا ربما أن أمهم الأولى يعني بحكم أنها يعني تطلقت وكذا فهي طال عمرك أخذت في بالها وتقول مالي فيهم شغل ولا أنها غادرت من الدنيا هذا يحتاج محور ولقاء أيوة. اللقاء الحالي والله يحتاج. من جد هذه ترى مهمة وكثيرة في المجتمع ولا ربما أنها تغيب عن بعض الناس فنقول يا من قدر الله أراد أن يكون عندها أطفال لزوجها من زوجته السابقة يعني أنها تحتسب وتصبر والله يوفقها وهذا شيء هذا شيء مهم وموجود لكل امرأة أحسنت لأبناء زوجته لكل رجل أحسن لأبناء زوجته أسأل الله لهم التفريج آمين وأسأل الله لهم العافية والستر وأن هذا من صناع المعروف وصبر يا أخي صبر ونختم السؤال هذا بالكلمة أن تحبي للناس مثل ما تحبي لنفسك سلام.